إلى الشمال من مدينة الخوخة أقصى جنوب الحديدة تقع قرية القطابة، آخر قرى الخوخة إداريا باتجاه مديرية التحيتة التي لا تزال في قبضة الميليشيا الانقلابية وتتمركز على بعد كيلومترات إلى الشمال من هذه القرية. طوال 3 أشهر منذ تحرير الخوخة في 7 ديسمبر الماضي لم تعرف هذه القرية الأمان وباتت عنوانا للمعاناة والأوجاع. يتعرض المدنيون فيها كل يوم تقريبا لقصف الميليشيا بالهوزر والهاون وغيرها من القذائف وجعلت منها قرية منكوبة. إن الميليشيا الحوثية الإجرامية شردت أبناء القرية وأخرجتهم من بيوتهم بسبب قذائف الهوان وليس الهون وليس الهاون، قذائف الهوان وقذائف الأربيجي وقذائف المدافع الإجرامية. حالة من الذعر والخوف المقيم دفعت بنحو 3/4 سكان القرية للنزوح، وتشير المعلومات إلى نزوح أكثر من 900 أسرة. مصادر محلية أفادت باستشهاد قرابة 20 شخصا وجرح أكثر من 30 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال. سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء الذين لا حبل لهم ولا قوة، منهم من لم يموت ولكن بترت أقدامه وأياديه. هذه حياة أهل القرية. قذائف الميليشيا طالت كل شيء تقريبا، تسببت بتدمير وإحراق قرابة 55 منزلا حتى أن الوصول إليها أصبح ضربا من المغامرة. وضع مؤسف تحولت معه القرية التي كانت عامرة إلى أطلال وخالت شوارعها من كل مظاهر الحياة. يقومون بإنزاح الناس إلى مناطق أخرى ويقومون بالضرب بقذائف الهاون على المنازل يعني عمدا. يأمل أهل قرية القطابة التي استمدت تسميتها من طيب اللقاء أن يتحمل الجيش مسؤوليته تجاه الأهالي بتأمينهم من خطر الميليشيا المتمركزة على بعد كيلومترات، لتنتهي مأساة النزوح ويعود الناس وتعود معهم الحياة وينعم بالأمن والاستقرار الذي حرمتهم منه الحرب. أعطونا حل، أنقذوا حنا، ساعدوا حنا، خارجوا حنا. بهذا النداء اختصر هذا المواطن كل مطالب أهل القطابة، ولعل نداءه يلقى استجابة وتستعيد عروس الخوخة ألقها واستقرارها.